والآن مشاهدينا نتابع أهم أنباء المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبد، شكرا إيمان منصور، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على قطاع الطاقة كركيزة للتنمية الاقتصادية خلال 8 سنوات. كشف التقرير أن الاستثمارات المحققة في القطاع منذ 2014 بلغت نحو 2,300 مليار جنيه، حيث زادت الاستثمارات العامة للبترول بنسبة 85% مسجلة نحو 47 مليار جنيه عام 2021-2022 مقابل 25 مليار جنيه عام 2013-2014. كما زادت الاستثمارات في الكهرباء بنسبة 413%، حيث بلغت نحو 62 مليار جنيه عام 21-22 مقابل 12 مليار جنيه عام 2013-2014. سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على تقرير صادر عن وكالة فيتش بعنوان آفاق الصناعات الدوائية في مصر حتى عام 2032. أوضح التقرير مواصلة مصر تعزيز مكانتها كأكبر منتج للأدوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أشار التقرير إلى نجاح مصر في تقديم العلاج لأكثر من 3 ملايين مواطن في عام 2022. كذلك سلط التقرير ضوء على توقعات وكالة فيتش بارتفاع معدلات الإنفاق على العقار التقارير الطبية في مصر إلى 66 مليار جنيه خلال عام 2023. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط وسط تفاؤل حيال انتعاش الطلب الصيني مخاوف من أن يحد نقص الاستثمارات من إمدادات النفط في المستقبل، ومع إبقاء المنتجين الكبار على حدود الإنتاج كما هي، وصعد خام برنت بنسبة 1.42% ليصل إلى 84 دولار و18 سنت للبرميل. كما ارتفعت سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.31% ليصل إلى 77 دولار و34 سنت للبرميل. كما صعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.86% لتصل إلى $2.75 للتر. في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.1% لتسجل حوالي $2.25 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قال وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان إن تكتل أوبك بلس يتحلى بالمرونة الكافية لتغيير القرارات كلما اقتضى الأمر. وفي أكتوبر الماضي أنفقت أوبك بلس على خفض أهداف إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا حتى نهاية 2023. كما ارتفعت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2023 على خلفية تخفيف الصين لقيود مكافحة فيروس كورونا. ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن مكتب إدارة الدين العام في الإمارة سدد صكوكا إسلامية بقيمة 750 مليون دولار صدرت في 30 يناير عام 2013. أضاف المكتب أن الحكومة سددت أيضا مبكرا صكوكا إسلامية إضافية بقيمة 300 مليون دولار قبل موعد استحقاقها في نوفمبر 2026. مشاهدينا نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإيمان لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.